بسم الله الرحمن الرحيم. محمود عسكر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة اسكندرية. أولا بنهني السادة الوزراء لتكليفهم بالوزارات الجديدة، وندعو الله السداد والتوفيق بإذن الله في الأيام القادمة. ثانيا تحية تقدير للقيادة السياسية لحسن الاختيار وحرصهم على أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وعلى سبيل المثال اختيار معالي المستشار محمود فوزي رئيسا للمجالس النيابية والقانونية، وبالأخص أنه هو كان له دور عظيم في الحوار الوطني وتوصيات الحوار الوطني، ودي دليل على أن تم اختياره ليكون ضلع أساسي في تطبيق توصيات الحوار الوطني. وبالأخص عندنا قانون المحليات مثلا طال انتظاره، وان البلد في اشد الحاجه لان يكون في مجالس محليه. دكتور محمود هيكون ضلع اساسي في تطبيق القانون واعادته للنور، وان يكون في مجالس محليه في البلاد هتساعد الاداره المحليه في تنفيذ القوانين. وخلينا نقول اهميه المجلس المحلي ان هو بيكون رقيب على الاداره المحليه، فبيتكامل وجود الاداره المحليه والمجالس المحليه، فاحنا في احتياج ليها بالاخص في الايام القادمه. فاختيار وزير زي المستشار محمود كان مهم جدا، وحسن اختياره برضو لما نيجي نتكلم على الوزير محمد جبران وزير القوى العامله، حسن اختيار وزير القوى العامله الاستاذ محمد جبران اللي بدا من البدايه في شركات البترول وتقلد مناصب كتيره وطول عمره في النقابات، وبدا من عضو نقابه الى نائب رئيس نقابه الى رئيس اتحاد عمال مصر، فهو حاسس بالعمال. فده يعني ده يدينا امل ان المره دي الوزاره تم اختيارها بعنايه فائقه، وفعلا دوروا على ان يكون الوزير المناسب في المكان المناسب.